دون تحيز لرأي معين؟ هذا السؤال هو خطأ في حد. ولكن يوجد رأي مخالف من عالم معتد به على مستوى التشيع، فلماذا لا يطرح هذا الرأي؟ هذه بناء على المشهور بما فضل الله الرجال على من؟ لماذا؟ لأن ضمير شنو يوجد؟ بعضه على نظريتين. علماؤنا الآن أعلم من علمائنا السابقين، هذا نقطة أصر عليها، وكلما تقدم الزمن العلماء يكونون أقوى ممن سبقهم. فما هو الدليل العلمي لأفضلية الرجل التكوينية، خصوصاً أن هناك علماء وفقهاء لا يرون الأفضلية التكوينية كما تفضلتم، وعليه ألا ينبغي أن يتم طرح الآراء المختلفة ونقدها بشكل علمي دون تحيز لرأي معين؟ هذا السؤال هو خطأ في حد ذاته، لأنه لا يوجد عندنا عالم لا يرى الأفضلية التكوينية العامة، وإلا لماذا أعطى التشريع الإسلامي الغيمومة للرجل مع أنها متوقفة على ذلك التفاضل؟ هناك شهرة بين العلماء على أن الرجل تكوينا هو الأفضل، وشرحنا مفصلا، ونحن إذ ذكرنا عبارة صاحب الميزان من باب الاستئناس ببعض الآراء العلمية. لا يوجد عندنا عالم، هذا سائل سؤاله غريب، لابد أن يذكر أحدا من العلماء يرى أن الرجل ليس هو الأفضل تكوينا بالبيان المتقدم، أن الرجل في بعده العقلي أكثر اتزانا من المرأة، فالمرأة في بعدها العاطفي متزنة أكثر من الرجل في بعده العاطفي، وكذلك الرجل، فتغلبه وكونه هو الأفضل بلحاظ هذه الحقيقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الرجل، فكأنما هي حقيقة قهرية وليست اختيارية. وأيضا ذكرنا أن هذا البعد القهري لا يتنافى مع القهر في السلوكيات والتشريعات الدينية، ذاك مرفوض. أما أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل ابتداء بهذه الكمالات التكوينية فهذا خارج عن إرادة الرجل، كمن يخلق على أن يكون ذكرا وهذا ليس بيده، إذن هذا ليس انحيازا. والدليل على أن هذا الرأي هو رأي مشهور الفقهاء من المسلمين أن الآية جعلت القوام للرجل، وإلا من المفترض أن تقول الآية إن كان الرجل هو الأفضل فله القوامة، وإن كانت المرأة هي الأفضل فلها القوامة على النساء بما فضل الله بما أنفقوا من أموالهن. في سورة النساء الآية 34 قال الرجال قوامون، هنا قوامون مختص ومشترك، لماذا؟ لأنه ضميره أين من يرجع؟ لن توجد قرينة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. خلوا ذهنكم، هذه بناء على المشهور بما فضل الله الرجال على من؟ لماذا؟ لأن ضمير شنو يوجد؟ بعضهم على نظريتين، بما فضل الرجال على النساء، وقد يفضل النساء على ماذا؟ هذه من الثمرات. شيخ ياسر قال هذه الثمرة، هاي من الثمرة. من قال بأن الآية بصدد تفضيل الرجال؟ لأنه هذه واحدة من أهم الإشكالات التي تؤخذ، أنه على أي أساس يفضل الله الرجال على النساء؟ الجواب لم يفضل. بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني قد يفضل الرجل على من؟ على المرأة، وقد تفضل المرأة على من؟ على الرجال. وبما أنفقوا من أموالهم، هسا أنت تقول لي أنفقوا باعتبار وأنفقوا أموالهم، فالمقصود منه بما أنفق الرجال على النساء؟ الجواب هذا على الرأي المشهور، على رأينا شو يصير من الطرفين. فإذا الرجل أنفق على زوجته فهو مفضل عليها، فإذا المرأة أنفقت على من؟ ها؟ على زوجها، مقعد في البيت وهي تروح تشتغل منه. فالتفضيل لمن يكون؟ ها؟ للنساء على الرجل. من قال أن الآية تريد أن تقول أن الرجل أفضل من المرأة مطلقة؟ لا، ذكرت الحيثيات، فإذا تغيرت هذه الحيثيات ها؟ يتغير الحكم، ولا بتعبيرهم أن الحكم تابع للموضوع. هسه الآن ما أريد أدخل في بحث، إن شاء الله بحث ذلك سندخل، أن المراد من الرجال يعني الذكور، والمراد من النساء يعني الإناث، لو أن اللغة تبين الرجال والنساء بمعنى آخر له في محل بحث إن شاء الله. لهذا لماذا أقول؟ لأنه عندنا في آيات رجال لا تلهيهم، هذا مقصود من رجال، يعني لا يشمل النساء، لا يشمل الإناث. بس يقول من باب التغليب، لا عزيز، من قال أن اللفظ الرجال مختص بمن؟ بالذكور. ولهذا أنتم تجدون حتى في الحوارات الاجتماعية، من تكون امرأة شجاعة تقوم بها تقول هي شنو؟ رجل. هذا مو مقصود رجل، يعني ذكر، خويا مو ذكر أنثى، تريد أن تعطي الصفات. هذه اللفظ الرجولة مو واسم للذكر، هذا وصف ماذا؟ لصفات موجودة، فقد يوجد في الذكر وقد يوجد ماذا؟ في الأنثى. هذا إن شاء الله بحثه بعد ذلك، الآن مو محلي، لأنه واحدة من أهم الإشكالات الواردة على النص القرآني أي آية؟ هاي الآية على إله جيد.
إذا كان هناك خلاف من عالم معتد به، لماذا لا يطرح؟ لماذا ننكر الواقع؟ لماذا نجعل المنبر يستر دائما واقع الفكر الإمامي ولا يظهره على واقع؟ لماذا؟ إذا كان فعلا عندنا رأي هو رأي المشهور أو الرأي المسلم به لدى قاطبة علماء الشيعة، ولكن يوجد رأي مخالف من عالم معتد به على مستوى التشيع، فلماذا لا يطرح هذا الرأي؟ مقتضى الموضوعي أن يطرح الرأي، فيقال الرأي المشهور الرأي المعروف على مستوى المذهب الإمامي أو مستوى الإسلام هو هذا، لكن يوجد رأي مخالف لعالم معتد به على مستوى المذهب فلان ابن فلان يقول كذا، أو من بالضرورة ذكر اسمه ذكر الرأي. هذا جهة. لابد أن اليوم المستمع ليس شخصا مقلدا للمنبر، وليس شخصا يرى مصدر ثقافته الوحيدة مصدر ثقافته الوحيد هو المنبر. اليوم المستمع نتيجة توفر الوسائل التقنية يطلع على فكر الحوزات ويطلع على الكتب المختلفة ويطلع على الأبحاث المتنوعة، فليس المصدر الوحيد لثقافته هو المنبر حتى تقول أستر عليه ما لم يعلم وأذكر له ما يعلم، ومطلع وبالنتيجة يعتبر أن المنبر يغالطه لأنه لا يذكر له الواقع كما هو. ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.